القتل والقمع والسجن والظلم والقرارات الاقتصادية والبلاوي اللي بتعملها الدولة كل يوم في المصريين بتخلينا نسأل سؤال مهم جدا، هو احنا ليه ما بنعترضش على القرارات دي وما بنثورش ضدها زي ما الفرنساويين عملوا مثلا لما نزلوا في مظاهرات ضد ارتفاع سعر البنزين؟ الحقيقة ان في فرق بسيط جدا بيننا وبين الفرنساويين، وهي اننا في مصر لو اعترضنا على رفع الاسعار غالبا احنا اللي هنترفع. والله تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ الدولة عندنا ما شاء الله بقالها كام سنة زنق الاقتصاد والمواطن في ركن وهاتك يا دعك، تعمل اصلاح في الاقتصاد بايد وتصب في مصلحة المواطن بالايد التانية. والحقيقة ان من كتر ثمار الاصلاح الاقتصادي اللي الحكومة بتعمله واللي المواطن اكتشف انها ما بتتاكلش زي اي ثمار، يعني دي بتقع على دماغه تخلص عليه، بقينا كلنا عاوزين نقول للناس اللي بتصلح في الاقتصاد كفاية تصليح لحد كده، وحياة امكم احنا خلاص مش عاوزين نصلحه، احنا هنرميه خلاص. ومع ذلك الدولة محرة ودانها ومش سامعة اي حد وماشية زي القطر في اجراءاتها، وغالبا هتتقلب في البدرشين زي كل القطرات. من اول تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف ورفع الاسعار ورفع الدعم عن الوقود ورفع ايديها عن التعليم والصحه. بصوا هي الدوله عندنا بترفع ايديها عن كل حاجه الا انها ترفع ايديها عن رقبه المواطن. الخطوات الكارثيه اللي الدوله بتنفذها لو كمان بتدلعها وبتسميها اصلاح اقتصادي حسب اوامر صندوق النقد الدولي عشان قلبه يحن ويوافق ان هو يشحتنا باستمرار ويصرف علينا ويرضى عننا، بتاثر على طبقه كبيره جدا من المجتمع المصري وهي الطبقه المتوسطه اللي بتلاقي نفسها كل يوم بتنزل تحت خط الفقر نتيجه القرارات دي، ده غير الطبقة الفقيرة اساسا اللي دلوقتي مش لاقية تاكل حرفيا، وعلى الاقل الطبقة المتوسطة بتنزل تحت خط الفقر، انما دول مش لاقين حاجة ينزلوا تحتها اساسا. ورغم التأثير الرهيب للقرارات الاقتصادية على البلد على الوضع المادي والاجتماعي لاغلب الشعب والمعاناة اللي بيعيشوا فيها بسببها، الا ان مفيش رد فعل من الناس، ولا ثورة ولا حركة في الشارع ولا اعتراض ملموس على اي مستوى سواء حزبي او عمالي او نقابي او اي حاجة. الدولة بتاخد القرار من هنا وترمي الابرة ترن يا مؤمن، رغم ان كل قرار بتاخده الدولة محتاج اربع ثورات في نفس واحد مش ثورة واحدة، ورغم ان التحولات الاقتصادية الشبيهة في دول العالم كان دايما بيبقى مصاحبها ثورات عنيفة ومواجهة دموية بين السلطة والشعب. انما ما تعرفش عندنا كده تحس ان السلطة نسيت تجيب الشعب وهي جاية تحكم البلد، عندنا سلطة بس ما تعرفش الشعب راح فين. طب ايه اللي خلى الشعب يبقى كده؟ او بمعنى اصح ايه اللي عملته الدولة في الشعب على مدار سنين عشان يبقى كده؟ لما يسمع ان الحكومة ناوية تزود سعر البنزين ما يسكتش وينزل الشارع على طول عشان يلحق يفول قبل الزيادة مش اكتر. عشان نعرف الدولة عملت ايه في الشعب لازم نرجع ورا شوية ونتكلم بشكل عام عن علاقة الدول بشعوبها من اول ما الدولة دي بتتأسس. الدولة الحديثة اول حاجة بتفكر تعملها على ريق التأسيس كده وقبل ما تفطر حتى انها تسيطر على الشعب اللي موجود في الدولة، من اول وضعه في مساحة معينة بتحكمها حدود لحد التحكم في حياته بالكامل، من اول الشغل والمرتبات والسكن وهيتعلم فين وهيتعلم ايه وهيتعالج ازاي. يعني من الاخر الدولة بتقفش في المواطن عن طريق السيطرة على احتياجاته، وعن طريق السيطرة دي بتبدأ تاخد منه استغفر الله العظيم كل اللي هي عاوزاه، وتحدد ادوار المواطنين في المجتمع وسوق العمل والجيش اللي هيدافع عن الدولة. والطبيعي ان الشعب بعد فترة يبدأ يندمج مع الدولة ويتفاعل معاه ويطالب بحقوقه فيها، ومن هنا بتظهر القوانين والدساتير والبرلمانات وكل الطرق الشرعية اللي يقدر بيها الشعب يوصل طلباته للدولة ويضمن وسيلة يناقش بها الدولة في قراراتها اللي بتأثر عليه ويعترض عليها لو بتضر، وتوصل مطالبه للسلطة الحاكمة عشان تتنفذ. والتفاعل ده بين الدولة والشعب من ناحية الحقوق والواجبات بيسموه عقد اجتماعي، والاساس اللي بتتبني عليه الديمقراطية في اي بلد. في دول بقى السلطة فيها ما بتعترفش بموضوع العقد الاجتماعي ده، وعاوزين يبقوا مسيطرين على الشعب ومتحكمين فيه من غير ما الشعب يقول بم او يكون له حتى حق مناقشه القرارات او اي حق عموما. عقد اجتماعي ايه اللي هنعمله مع الشعب؟ احنا الشعب عندنا بنقطع ايديه اساسا عشان ما يعرفش يمضي ولا يبصم على العقد الاجتماعي. الدول دي بتحاول تخرج الشعب بره المعادله وبره الدنيا خالص اذا امكن، يعني بيعملوا كده عن طريق حاجه اسمها حاله الاستثناء اللي ساعات ندلعها ونسميها احكام عرفيه وساعات نهشكها ونسميها طوارئ، ايا كان الاسم. الحاله دي بتفرضها الدول على الشعوب عشان تخرسهم، وبتستخدم قوتها وقمعها واجهزتها الامنيه في تنفيذها، وحاله الاستثناء دي خطورتها انها ما بتخضعش لاي قانون او دستور او مناقشه، وبتدي الحريه المطلقه للسلطه في ممارسه كل اشكال القمع. احنا عندنا ما بنديش الحريه للشعب عشان يسيء استخدامها ولا حاجه، احنا الحريه عندنا بنديها لاجهزه الدوله في قمع الناس بس. تاريخيا حاله الاستثناء اللي السلطات بتطبقها بتتقابل بمقاومه من قوى اجتماعيه او سياسيه بتطلع من قلب المجتمعات المقهوره زي الاحزاب والحركات الشعبية عشان تحاول تنهي الحالة دي أو تخففها. عندنا في مصر الحمد لله حالة الاستثناء هي القاعدة أساسا من بداية الدولة الحديثة اللي أنشأها محمد علي لحد الدولة العبيطة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي.
دلوقتي، ومرورا بقى بالاستعمار واحكام العرفيه، وبعد كده انقلاب يوليو اللي ناس كتير من الشعب استبشروا بيه خير انه هيبقى نهايه لحاله الاستثناء، وقالوا خلاص احنا مش هنطاطي تاني، ده حتى عبد الناصر مأكد لنا وقال ارفع راسك يا اخي. بس الناس ما لحقتش تفرح واكتشفوا ان الضباط الاحرار ألعن من الملك والاستعمار، وعبد الناصر كان بيقول لهم ارفعوا راسكم عشان يقطعها مش عشان يحررها يعني. وزادت حاله القمع اللي بتمارسها الدوله باجهزتها الامنيه والسياديه المختلفه على الشعب لصالح السلطه اللي بتحكم بدون اي رقابه او قانون او احترام للدستور، وده طبيعي لان الاجهزه السياديه دي اساسا ما تعودتش ولا تعرف تشتغل بالقانون، هي صنعتها اصلا انها تعمل حاجات ضد القانون، بتقوم على الاجرام في حق الناس واهدار حقوقهم، ده الهدف من انشائها عندنا. موضوع انها تستجيب للشغل على ارضيه قانونيه او دستوريه ده مستحيل، يعني عاوز تقول لضابط هو قاعد فاضي ما ياخدش الناس تحري لو ما عملوش حاجه، ونعكنن عليه ونسيب الملل يقتله بقى عشان شويه ناس، ولا نقول لامن الدوله ما تعذبوش حد وما تروحوش تخطفوا الناس من بيوتها وتخفوها، او بطلوا تراقبوا المواطنين او تخترقوا خصوصياتهم؟ ما ينفعش طبعا، لان اساسا القتل والتعذيب والخطف واختراق الخصوصيات هم اساس شغل الاجهزه السياديه في مصر، امال هيشتغلوا ازاي يعني؟ ولا عاوزهم يعني يسيبوا شغلهم الاساسي في فسخ المواطنين ويغيروا الكارير ويقبضوا على المجرمين على اخر الزمن؟ وبعدين ما فيش حاجه اسمها خصوصيات على الامن، دول مش غرب يعني، انت في الاخر خالص هتموت على ايديهم وجثتك هتبقى معاهم، فما ينفعش تستخسر فيهم شويه خصوصيات يعني. وعشان الاجهزه السياديه ده شغلها ودورها، فكان لازم السلطه تحميها من الدستور والقانون والكلام الفارغ ده بحاله الاستثناء او الطوارئ اللي بتوفر للاجهزه المناخ المناسب عشان تفشخ الناس بهدوء وراحه بال، وتساعد الدوله في انها تمارس سياساتها وتنفذ قراراتها من غير ما الشعب يتدخل. صحيح السياسات دي بتاثر على الشعب بشكل مباشر، بس هو ماله برضه؟ ايه الشعوب الحشريه دي؟ التحول اللي بتعيشه مصر دلوقتي تحت اسم التحول النيو ليبرالي او الليبراليه الجديده بتقوم فيه الدوله باستخدام اجهزتها للقمع والسيطره على الناس، بس مش عشان تنفذ سياساتها هي، لا، عشان تنفذ السياسات اللي بتحطها النخب الاقتصاديه العالميه اللي بتتحكم في اقتصاديات الدول حاليا، وهي اللي بتحدد لها القرارات والسياسات اللي تمشي عليها. الطبقه الاقتصاديه العالميه الجديده دي بيوصفها ديفيد هارفي بانها طبقه اقتصاديه سياسيه تمويليه، ما بتشاركش في الاقتصاديات الانتاجيه او التنمويه، لكن بتتحكم في اقتصاديات الدول وحياه شعوبها وانماط حياتهم بالشكل اللي يخدم مصالحها ومكاسبها. من الاخر كده، الدوله ما بقتش هي اللي بتقرر هتعمل ايه، لا، في سياسات بتتفرض عليها لصالح كيانات وطبقات اقتصاديه عالميه، السلطه بقى دورها انها تنفذ السياسات دي عشان تضمن وجودها ورضا النظام العالمي عليها وتمويله ليها، وطبعا قمع اي محاوله من الشعب للاعتراض على السياسات دي اللي بتاثر عليه وبتغير حياته. لو حبينا نطبق الكلام ده على ارض الواقع هنلاقي نموذج واضح جدا للسياسات اللي الدوله بتنفذها ومفروض عليها من صندوق النقد الدولي. النموذج ده هو الاصلاح الاقتصادي اللي شغال في البلد بقاله كام سنه لحد ما فرفرت في ايده، من اول تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه اللي تقريبا عشان يعوم كويس كان لازم يقلع الاول، وده اللي حصل فعلا، وبعد كده رفع الدعم عن الوقود والارتفاع الجنوني لاسعار السلع الاساسيه، ده غير ان الدوله لقت ان نتيجه الاهمال وتدني الخدمات الصحيه بقى في مرضى كتير بيموتوا في المستشفيات العامه، ده زعلت جدا، وقررت ان الحل عشان المرضى ما يموتوش في المستشفيات انهم ما يدخلوهاش اساسا، عن طريق انها تغليها عليهم وتخصخصها وتملكها للمستثمرين وتبقى اماكن للربح. بالنسبه للمرضى بقى يبقوا يموتوا في بيوتهم عادي، لو سيبنا لهم البيوت يعني. كل دي اجراءات بتضر ملايين من الشعب لصالح تنفيذ سياسات هيستفيد من وراها نخبه راس المال والطبقه الاقتصاديه العالميه. الاجراءات اللي خدتها الدوله بتوصيات من صندوق النقد واللي تسببت في كوارث لملايين من المصريين تم تنفيذها بشكل سيادي وسلطوي ومن غير ما الدوله تسمح باي مناقشه او اعتراض من اي حد في المجتمع، وعلى المتضرر انه يخبط راسه في الحيطه، ولو مش عاوز يخبطها في الحيطه ممكن الحكومه تكسرها له عادي. الدوله ما اكتفتش بس بانها ما ناقشتش الاجراءات الاقتصاديه العنيفه اللي خدتها مع اي كيان في المجتمع، لا، احنا افجر من كده بكتير، الدوله كمان قالت بشكل صريح انها مش هتسمح لحد بالاحتجاج على الاجراءات دي، ونشرت الجيش اكتر من مره في المدن عشان تهدد اي حد يفكر ينطق. التحول الاقتصادي المفزع اللي مصر بتعيشه واللي ماشي في طريقه وبيدهس ملايين تحته لصالح النظام الاقتصادي العالمي الجديد ما كانش ممكن يحصل الا في وجود السلطه القمعيه الغير مسبوقه اللي بتحكم دلوقتي، واللي لغيت الدستور والقانون تماما وموفره الحمايه للاجهزه الامنيه عشان تمارس كل انواع الارهاب والاجرام في حق الشعب. صحيح السلطه دي انكسرت مره في يناير 2011 وكان في محاوله لعمل عقد اجتماعي يضمن حق الشعب وحريته، لكن النظام القمعي الاستبدادي قدر يهزم المحاولات دي ويفرض نفسه بشكل اكثر وحشيه ودمويه من الاول، وحاليا بيهاجم الناس وبيحاصرهم اجتماعيا واقتصاديا وبيفقرهم بشكل متعمد باجراءاته الاقتصاديه من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه بيقمعهم وينكل بيهم ويقتلهم عشان يضمن سكوتهم على اللي بيتعمل فيهم. بس مهما بلغ الظلم التاريخ بيقول انه له نهايه ومستحيل يستمر للابد، ما اصل الشعب هيموت اللي بيحكم هيموت يعني، فمش معقول هيستمر يعني. وفي الختام خلونا احكي لكم حدوته. الزعبلاوي اهواجي غلبان زي كل اهل البلد، وفي يوم والزعبلاوي مروح على بيته يقع على دماغه لوح خشب يجيبه الارض، والاسعاف تيجي وتنقل الزعبلاوي على المستشفى، ولما يفوق ما يفتكرش اي حد، الزعبلاوي فقد الذاكره يا جدعان، وواحده واحده اهله وجيرانه
كمان ويعرفوه بنفسهم ويساعدوه يعرف كان شغال فين وعايش ازاي. والايام تمر بس الزعبلاوي بقى يعمل عمايل غريبه. الواد بقى يشوف الباشا الضابط معدي ولا يقف ولا يناوله قفاه عشان يصبح عليه زي ما كل اهل البلد بيعملوا. ولما امين الشرطه يشرب عنده في القهوه شاي يقوم يجري وراه وراسه والف سيف ياخد منه حساب المشاريب. والناس بقت تقف تستغرب ويقولوا هو من امتى الحكومه بتدفع الزعبلاوي؟ بس الزعبلاوي صمم ياخد الحساب. والناس قالت ان زعبلاوي نسي من ضمن الانسي الافتراء بتاع الحكومه اللي بقالنا سنين بنشوفه، فما بقاش يخاف منهم. والناس تشوف زعبلاوي واللي بيعمله يتحسروا على نفسهم ويبقى نفسهم يعملوا زيه بس مش عارفين. وطلعت فكره برضو ما نعرفش مين طلعها، والناس قررت تنسى الافتراء زي زعبلاوي عشان يقفوا قصاد الحكومه زيه. واهل البلد اتجمعوا في صفين قدام بعض وكل واحد ماسك طوبه وكل واحد يضرب اللي قصاده على دماغه عشان لما يفوقوا يفقدوا الذاكره زي زعبلاوي. بس الناس لما تفوق ولا يفتكروا هم مين ولا يفتكروا بعض ولا يفتكروا ايه اللي عملوه ولا حتى يفتكروا الزعبلاوي. والضباط وامناء الشرطه يقوموا يستغلوا ان الناس مش فاكراهم وبقوا يقربوا منهم لحد ما الناس وثقت فيهم واطمنت ليهم. ولما الناس سالت ايه اللي عمل فينا كده، العسكر شاوروا لهم على زعبلاوي. والناس تطلع على بيت زعبلاوي ويحرقوه ويضربوا زعبلاوي لحد ما يموت. بس العسكر ما يسكتوش، يقبضوا على اهل البلد كلهم بتهمه قتل الزعبلاوي. والناس تتجرجر على المركز وهاتك يا ضرب ونفخ وكهرباء. والمامور بقى يقف ويقول بعيل وحسوا ادينا بنعمل لكم ذاكره جديده يا اهل البلد فيها ان الزعبلاوي واتسو وان جزمه الحكومه على رقبيكم. ومن يومها والكل عايش في حاله، واهل البلد رجعوا يخافوا اكتر من الاول، والحكومه رجعت تعمل في الناس ما بدلها، ومحدش بقى يقدر ينطق او يتكلم، وما بقاش حد يفتكر الا العذاب اللي شفناه على ايديه. ونشوفكم على خير ان شاء الله.